لكن في عالم موازي وفي عالم آخر محمد معيط وزير المالية المصري بيقول إن الناس برا بيحسدونا في مصر. تعالوا نشوف الصورة كده من تصريحات أبو الغيط أو تصريحات معيط امبارح. الله يرحمك يا محمد يا أبو الغيط. تصريحات محمد معيط امبارح وهو بيقول إن الناس بيحسدونا برا. الراجل مقتنع إن إحنا فعلا محسودين يا جماعة. يمكن المشاكل اللي عندنا دي من الحسد. تفتكروا ان المشاكل اللي حصلة في مصر دي كلها لان هم بيحسدونا على وضعنا زي ما محمد معيط بيقول ولا ايه؟ ده وارد الحقيقة. هنعرف اجابته معاكو. لكن الحقيقة دي مش اول مرة محمد معيط وزير المالية المصري يتكلم فيها على فكرة الحسد من بره، ان الناس اللي بره بيحسدونا. الراجل قال نفس التصريح ده في مقابلة تلفزيونية يوم 30 اغسطس اللي فات، من 3 شهور تقريبا. تعالوا نفتكر مع بعض قال ايه. كل ما عملته الدولة من تنمية وتطوير ويفقد الشعب المصري واعي الى انه ما يضيعش بلده، لان هم كلهم بيضغطوا في الاتجاه ده. ويجب ان احنا كمصريين ما نضيعش بلدنا. اللي بره بيحسدونا على اللي احنا فيه بكل الظروف الصعبه وبكل ارتفاع الاسعار. ايوه بيقول عندكم استقرار، عندكم امان، عندكم تنميه، عندكم امور بتتطور، عمالين بتبنوا كل يوم وتطوروا في بلدكم وتخلقوا فرص عمل. فاتكلم مع اللي بره يقول لك يا ريت كنت عندي ربع اللي عندك. انما في هناك اخرين بيقول لك بقى لا، انا هجيب لك عليها وطيها بقى، انا عاوز البلد دي تقع زي البلاد الثانيه. طبعا انا اسف انه يعني الفيديو ده كان مداخله هاتفيه لوزير الماليه، فاضطرينا ان يعني صوره الشيء اللي كان قاعد حط ايده على رقبته ده كانت موجوده قدام حضراتكم الفتره دي كلها. لكن ما علينا، الناس بره بيحسدونا. تعالوا مع بعض كده. هو بيتكلم على قطاعات كتيره جدا الناس بره شايفين ان احنا عندنا فيها انجازات كبيره جدا. تعالوا نذكر كده مع بعض او نفتكر مع بعض في يوم 30/8 لما طلع الراجل محمد معيط قال الكلام ده مع الشيء اللي كان قاعد قدامه بيهز راسه زي يونس الشلبي في العيال كبرت. احنا طلعنا قلنا لحضراتكم مجموعة من الارقام. النهاردة لما محمد معيط بيطلع يقول تاني الناس اللي بره بيحسدونا، لازم نرجع نفتكر مع بعض اهم الارقام الموجودة في حقبة عبد الفتاح السيسي وتحت اشراف محمد معيط، مش كده ولا ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض كده رقم بيأكد لك ان الناس برا بيحسدونا. الناس برا بتحسدنا على ايه؟ على 30 مليون مصري يصارعون الجوع تحت خط الفقر. اخر احصائية للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بتقول ان 29 مليون و700 الف مصري بيعيشون تحت خط الفقر. في اخر تقدير لبيانات البنك الدولي قالت ان 60 مليون مصري هم فقراء او اشد احتياجا، وقالوا انه النسبة دي هترتفع في السنوات القادمة. فيما يتعلق بالمخدرات والتعاطي والإدمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في 2021 قال إن في 10 مليون مصري بيعانون من المخدرات بين التعاطي والإدمان. طيب الأخبار الاكتئاب والاضطرابات النفسية إيه؟ المسح القومي للصحة النفسية 2018 كان بيقول لك إن في 25 مليون مواطن مصري بيعانون من الاكتئاب والاضطرابات النفسية. حط بقى الأربع سنين اللي فاتوا بكل اللي حصل فيهم بتصريحات معيط بكلام السيسي، أكيد ال 25 مليون دول زادولهم شوية حلوين. في 2022 وزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم قالت إن في 14 مليون مصري بيقيموا في الخارج، وطبعا حضراتكم عارفين إن معظمهم إما لظروف اقتصادية وإما لأسباب سياسية. رقم رسمي جديد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكيد الناس برة بتحسدنا على الرقم ده. نص الأسر المصرية، 50% من الأسر المصرية بتستلف عشان تلبي متطلبات المعيشة، وده رقم رسمي يا سيادة الوزير. في مجلة CEO World قالت ان مصر هي الاخيرة عربيا والمركز 100 عالميا من اجمالي 105 دولة تقريبا في صافي الدخل الشهري للفرد. فطبعا الناس بتحسدنا برا لان نفسهم يكونوا زينا. بي بي سي عربي في 2021 نشرت تقرير بتقول فيه ان مصر هي الاولى عربيا في الانتحار بمعدل اكبر من دول النزاعات والحروب. عندنا روسيا واوكرانيا وعندنا اليمن وسوريا وعندنا بلاد كتيرة فيها حروب، لكن وفقا لبي بي سي احنا الاول عربيا في الانتحار. سعر الدولار وصل قد ايه يا سيادة الوزير؟ لان الناس بتحسدنا زي ما انتوا عارفين. سعر الدولار اليوم رسميا طبعا من البنك المركزي مقابل الجنيه المصري 24 جنيه و59 قرش، طبعا في السوق السوداء عدى ال 30 بشويتين حلوين.
في السوق السوداء بيروح ل 33.5 تقريبا، المصدر هو جريدة الأسبوع. ديون مصر الخارجية كام يا سيادة الوزير؟ لأن العالم برا بيحسدنا حسد شديد جدا على النجاحات اللي احنا فيها، وبيقول يا ريتني عندي اللي عندكم. 157.8 مليار جنيه حتى مارس 2022، حط عليهم 9 مليار، 3 من صندوق النقد و6 من المشتقات بتاعه، يعني وصلنا لحوالي 166 مليار دولار وليس جنيه. أنا آسف، الرقم اللي قدام حضراتكم على الشاشة ده 157.8 مليار دولار وليس جنيه، ده خطأ في الصورة، هو دولار مش جنيه. على كل حال سيادة الوزير، حبينا ان احنا نشاركك مجموعة من الارقام عشان بس نحط الناس برا في حقيقة الحسد. يعني اللي عايز يحسدنا من برا، اهو يا جماعة الارقام عندك، اختار اي رقم ودينا عين فيه على طول. 30 مليون فقير، ارجوكوا حسدونا على الرقم ده عشان يبقوا 5 مليون، يعني احنا عايزين نقل شوية معلش. فاي حد عايز يحسدنا، ديوننا 166 مليار، يا شيخ بالله عليكو احسدوا ديون مصر، يمكن تقل، يمكن تبقى 60 مليار، تبقى 20 مليار، ها؟ فيعني ايدكم معانا كده، شوية حسد حلو من بتوع سيادة الوزير معيط عشان نشوف الإنجازات اللي بجد والأرقام دي تقل.